هذا أول حاجة طبعاً شرفني بالتعامل طبعاً مع الله والله يعطيكم العافية. لكن إن شاء الله قبل لا أبدأ أتمنى حاجتين، ما أبغى كلام هذا ولا هذا. إحنا طبعاً عندنا مرحلة هذا أكبر من كذا، بس تذكر في الذكر تنفع كشيبة. طبعاً زي ما أنتم عارفين إحنا الآن في معمل اللحام، بما إنه معمل اللحام وكلمة اللحام أعتقد إنه كلها مرت علينا وكلها شفنا إنه مجرد ما سمعنا كلمة اللحام إيش اللي حيكون في بالي، إيش اللي هيجي في بالي؟ هو دالحين إيش هو؟ طيب إيش الفكرة؟ ربط بين قطعتين يعني؟ ربط بين قطعتين. طب الربط حيكون بإيش؟ بغرض بلصق حسب المادة. ممتاز شباب، يعني أنا عندي الحرارة هنا في اللحام عنصر مهم جدا. أوكي شباب، أنا عندي شباب إن الحرارة في اللحام راجعة عن طريق أوكي؟ عن طريق الغاز، وأقرب مثال الحرارة راجعة عن طريق الغاز الأول وتقاس، هذا أقرب مثال لي، وعن طريق الكهرباء. وأقرب مثال للحام بالكال الحرارة هذي عن طريق الكهرباء اللي هو سخانات الموية. كم مثال سخانات الموية يسوي فيها أشياء يسوي فيها. أوكي يا شباب، طبعا يا شباب أنا راح أديكم ثلاث أنواع هي تقريبا شائعة في الاستخدام. طبعا إحنا عندنا أكثر من ثلاث أنواع للحام، هذا شيء واضح. ثلاث أنواع عاد جاب لي شائعة في الاستخدام في المصانع، في الشركات بشكل كبير جدا، في المباني. حنتكلم يا شباب على أول نوع الآن، هو اسمه الحام النقطة، وهذا شباب مجد الحام النقطة بوينت. أوكي، هذا يوقع حام النقطة، هو هذا شباب قدامه. إيش الفكرة منه؟ ليش اسمه الحام النقطة؟ إيش استخداماته؟ طبعا أول شيء الحام النقطة شباب هذا استخداماته على السطح. ما أقدر مثلا أستخدم والله على هذا السطح. أوكي، أقرب مثال بالنسبة للحام النقطة، وأعتقد إنه 90% إذا ما كان 95% فيكم اليوم مر معاه في حاجة هو استخدمها في الحام النقطة اللي هي السيارة. لما نيجي نطالع على هيكل حق السيارة وعمود السيارة، هل في شايفين شباب لحام يبرر بشكل مباشر؟ حتى الباب اللي ينفتح هل في لحام؟ لو كان مثلا مسمار مع الخلخلة هذا اللي ينفك. إنما شباب زي البيبان زي البودي بشكل عام، هذه شباب لحام النقطة. لحام نقطة شباب هو اللي أنا بتكلم عليه. قد ما حاول تجيب ما حيبين لانه ما فيش بوي، لكن لو ما تركش بوي لسه على نفس المعدل الاصلي حيبين معك. وحيبان نقاط سوداء. ممتاز، ممكن على احد النقاط السوداء غير قبل الرش او قبل هذا، ممكن في بعض الاحيان حتى تبين معاه يعني يكون الرش مو جيد. يعني خاصة بعض الشركات اللي الكواليتي عندها شوية نازل. ممكن حيبين معاه. اوكي شباب؟ طبعا طريقة عمل الماكينة اللي عندي، حناخذ الكهرباء والشبكة العامة اللي كنا نستخدمها. دخلت عندي شبكة الماكينة لحام النقطة، تحولت إلى الكهرباء عفوا عندي دخلت وصلت الملفات الإلكترونية. كان الملفات الإلكترونية طبعا هذه مادة تعمقت فيها زي ما أنتم عارفين، إحنا ما إحنا إلكترونية. الملفات الإلكترونية هذه دورها اللي إحنا نعرفه بتحول لي الكهرباء من أمبير عالي إلى أمبير منخفض، راح تركز لي إياها في قطبين الحاسية. أوكي، هي هذه القطبين شباب. القطبين هذه شباب حتتلتقي هنا عن طريق تحكم أنا مجرد ما نزلت لها القطبين. ما بين القطبين انا احط القطعه اللي انا مراد لحام. اوكي شباب، يعني كم مثال انا بغيت القطعتين هذه شايفين يا شباب؟ سلام عليكم. انا شباب جيت مثلا الحين القطعتين هذه اوكي، مجرد انا احطها هنا حتلحم معي. في حاجه شباب مهمه جدا هنا، انا عندي شباب هذه القطبه النحاسيه اوكي، درجه انصهارها 1400 النحاس بصفه عامه، درجه انصهارها 1480 درجه. كمان عندي الكهرباء عفوا الحديد حيكون درجة الانصهار ما بين 1200 و 1400 درجة. نظريا ايش اللي حيصير معانا؟ من اللي حيصير اول؟ النحاس. النحاس. طيب معناته هنا اثناء عملية اللحام ما انصهر عندي. النحاس انصهر عندي واللحم عندي الحديد، ايش الفكرة يا شباب؟ معناته انا عندي عنصر ثالث داخل في الموضوع بس انا ما ادري شايفه. او زي ما يقولوا خلف الكواليس، ايش هو؟ متوقع يعني. حرام. لا طبعا ايه؟ الحرارة شيء أساسي، الحرارة شيء أساسي أكيد، بس أنا أقصد إيش الشيء الجزئية اللي ما خلت عندي النحاس ما ينصهر وبالتالي اللحم عندي الحديد يكون مخلوط مع مواد ثانية. لا مواد وشاور صح، الحرارة تتغير المادة قرر الكربون هذا اللي مقاومة المادة شباب اللي داخل عندي أنا هنا الموية، هذه شباب الأقطاب تفرغ من الداخل، أوكي؟
وزي ما انتم شايفين الوريه طالعه راح نشوف زياده عاليه. كمان عندي العمليه المويه تسوي عمليه تبريد مستمر. كمثال نزلت عندي الاقطاب النحاسيه على المنطقه هذه، اوكي، تقلب الحراره والاقطاب للحديد، صارت عمليه تبريد. اوكي يا شباب، رجعنا مره ثانيه فقد النحاس الحراره بس الحديد ما زال احتفظ بالحراره اللي اكتسبها المره الاولى. اتكرر العمليه اكثر مره الى ان وصلنا على صهار والدم يتحرك بسرعه من غير ما يصهر عند النحاس. اوكي يا شباب، شوفوا الان نجي اللحم كمثال. الان شوفوا يا شباب، انطوا لي الصوت الله عليكم. هذا هو الحمر، شايفين؟ قد ما حاول هذا ايش؟ الحمر ايش اثمان؟ هذا حديد، قلت لكم اول شيء حديد. قد ما احاول اكسر ما ينكسر، ما حينكسر معاه. في ماده بينهم ولا بس كذا؟ لا ما في شيء، الحمر مباشر. اللي صار معاه شاب هنا دلج، دلج ما بين الجزئيه هذه والجزئيه هذه، ومع الضغط هي اللي سبب اللي فضلت عمليه الدلج. قد ما احاول اكسر قد ما احاول ما حيفضل. يعني اقرب مثال قلت لكم السياره، ومثلا كان اللحام ضعيف. طبعا المحاضرات اللي فاتت شباب كانوا يقولوا اللحام ضعيف او اللحام سيء، او اول شيء لو كان اللحام ضعيف او سيء ما كانوا اصلا اعتبروه بقائمة اللحم، ما حط لك اياها بقائمة اللحم، هذه حاجة. ثاني شيء كان أول حاجة وأنت واجي بالسيارة تلاقي باب يطير، زي أفلام كرتون، شنطة طارش، على ذا الحال، أوكي يا شباب؟ طبعًا من هي طالع إحنا ليش ما نلاحظ على السيارة؟ هو كذا أوكي، بس اللي باين معاه هو الحام شكل المعدن واللون ومنطقة معينة تغير اللون، مجرد أنا أوريك هل تعرف هذا الشيء الجزئية هذه لحوم؟ ممكن انت ترى يعني كشخص لسه ما مر عليك الشيء هذا يقول لا يمكن مخرب رايه، يمكن هي لا مع بعض، ما يعني حتقول حيجي اكثر من تخمين في راسك، انما هي لا تملاها. اوكي يا شباب؟ اقرب مثال يا شباب الان بالنسبه او الامثله الموجوده في حياتنا اليوميه، تلاقي فيها الحامض النقطه، عندكم مكيفات، ثلاجات، هذه كلها داخل فيها الحامض النقطه. الخزانات الصاجي اللي تلاقيها فوق الاسطح، هذه كلها شباب الحامض. اوكي؟ بالنسبه للانواع طبعا عندي كانت ثلاث انواع. اوكي؟ هذا هو النوع الاول اللي كان في التحكم الحر، بحيث ما نتحكم في النزل ما نتحكم بكيف. النوع الثاني شباب النوع الهيدروليك، بحيث انه هو يتحكم فيه في النزل بس، انما طلع هو يطلع لفه. طبعا كيف هذا؟ ممكن اضغط عن طريق البوكس اللي عندي، اوكي يا شباب، عن طريق التايمر، عن طريق الكونتكشن او الحراره، انا احبطها بالشيء اللي يناسبني. انا اتحكم بالنزل عن طريق الدواس هذه اللي انتم شايفينها، هذه هي الدواس يا شباب. اوكي، انا اتحكم بالدواس، مجرد ما ادوس نزلت معي الكوكتيل. لكن الطلعة يا شباب انا ما اقدر اتحكم، لو قعدت ان شاء الله اليوم لبكره ضاغط هي مثلا ثلاث اربع ثواني اطلع الحالة، ما اقدر اطلع. اوكي يا شباب، النوع الثالث اللي هو المحمول، بحيث انه هو يكون تقريبا طول تقريبا يمكن متر، كعرض تقريبا يمكن ربع متر، بحيث انه انا اتحكم فيه ممكن اطلع بفوق. يعني صعب انا مثلا اكون طالع بحل عالي اشيل معي ماكينه زي هذا زي هذا، اوكي، او العكس، او مثلا نزل لي خزان كبير او صمام كبير من فوق عشان الحين وارجع اطلعه هو بس. لكن جابوا فروي نوع كان صغير بحيث اتحكم، يمكن اطلع فوق سطح، ممكن اسوق تحت الارض. اوكي يا شباب، في اي سؤال اي استفسار بالنسبه لنا الحين نقطه؟ طيب في اللي حق الوالد معاه قطع زي كذا خليك من هذا، هذا الجزئيه حنجي عليها، احنا بنتكلم الحين على النقطه. في اي سؤال بالنسبه للحين نقطه شباب؟ اي سؤال؟ طيب ننتقل الى ثاني نوع يا شباب. عندنا النوع الثاني شباب من انواع اللحام هو اللحام الكهرباء، هذا كمسمى عام اي احد يستخدمه، لكن هو مسمى احنا بنقول له في الجامعه في كليات او معاهد او الاماكن التعليميه يسمى اللحام القوس الكهربائي. القوس الكهربائي ليش سموه شباب اللحام القوس الكهربائي؟ طبعا لانه اثناء عمليه اللحام حتولد عندي قوس صغير، القوس هذا شباب الكهربائي يحزن لي منطقه اللحام منطقه المحرومه من الشوائب. اوكي شباب، يعني ما تستحق اي شباب يدخل معاه. طبعا فكره شباب العمل هنا وفكره الماكينه عندي انا هنا زي ما شايفينها الماكينه صح الحامل الكهرباء، هناخذ الكهرباء من الشبكه العامه حتركز عندي لو جيت طالع تحت هلاقي انه عندي مكتوب موجب وسالب. اوكي، هذا هو الموجب وهذا هو السالب، شايفين؟ كمثال انا بلحم هنا الان خلاص كذا، انا مجرد ما اوصل الحين الطاوله عندي صارت كلها موجب، مجرد ما اضيف هذه صارت عندي مو سالب، تلاقوا عند النقطتين هنا في النقطة هذه راح تلاقوا فيها البطنين. شباب أنا عندي جزئية مهمة جدا هي هذه، اسألني عنها أنت مسلسل ولا مسلسل؟
سألني عنها سمير. الشباب هذا يسمى الكترود. الكترود. الشباب أنا بدون هذا ما في الحال.